وانا كده كده اصلا بتمرن بوكسنج فبجري كتير، ما عملتش اي حاجه يعني، بس انا قلت بما ان انا يعني بتمرن جامد بقالي كتير فان شاء الله يعني هعرف اعمل. اول مره بصراحه حاجه جميله جدا ما شاء الله، يعني روح رفع من الروح المعنويه، بنحس ان احنا شباب تاني يعني. الديفرنس بين السنه اللي فاتت ان الرن والكومبيتيشن اتعملوا كل واحده لوحدها، ما كانش في يوم كامل كده مثلا الرن قبل الصلاه، الكومبيتيشن بعد الصلاه، اللي هو يوم فيتنس فاستيفال، ما كانش في فيتنس فاستيفال، كانت دي لوحدها ودي لوحدها. احنا قلنا بس نحاول نكبر الموضوع السنه دي. عندنا في ثلاث شالنجات، كل شالنج في موف كذا موفمنت بتتعمل، تمام. الشالنج الاول بيبقى عباره عن الليدر، بعمل الليدر ان واوت ان واوت 5 متر، بعد كده بخش على النت كرول، النت كرول بعدي من تحت النت 5 متر برضو، بعد كده بخش على الزجزاج ران، بعدي من الايماع اللي عندي، بعد كده بعمل ووكينج لانجز، بنا وانا ماسك التاير فوق راسي، ده للميل. الفيميل بيعملوا اللانجز عادي من غير ما يمسكوا التاير، تمام، 20 متر، بعد كده بيوصل هناك اخر اللاين، بيعمل ويف بالروب، روب ويفز، بعد كده بيرجع كل اللين ديت سبرنت الاخر لحد الستارت بوينت. دي اول واحده. تاني واحده بيعملها، بيعمل عنده في برضو ثلاث حاجات، التلات حاجات بيعمل 3 راوند عليهم، كل راوند بيقل بالتدريج 15 9 6، اول راوند 15 عده، تاني راوند 9 عدات، تالت راوند 6 عدات. اول حاجه بيعملها بيعمل البوكس جامب، بيطلع بينط فوق البوكس وبينزل، اهم حاجه ان هو يبقى طبعا فلو اكستنشن، بيطلع وبينزل. بعد كده اللي بيعمل البوش ابس، بوش ابس على الارض هاند ريليس، بيعمل بوش ابس ويرفع ايده لفوق. بعد كده بيمسك التاير، ده للميل طبعا، بيمسك التايرز، التايرز بيمسكها في ايده وبيعمل فورم روك، بيجري لحد اخر اللاين، بعد كده بيعيد الكلام ده كله من الاول. بالنسبه للفيميل بيمسكوا كيتل بيل في ايديهم 8 كيلو وبتعمل بيهم الفورم روك. دي تاني واحده. تالت واحدة طويلة شوية، تالت واحدة بيبقى فيها أول حاجة بيبدأ بيعمل سوينج بالكتل بيل، فيميل للميل بيعمل بالبليت سوينج بيها، بعد كده بيعمل سبليت جامب لانج في مكانه، بيعمل جامب، بعد كده بيعمل السليد بالطاير، بيبقى فيه زي روب كده بيلبسه بيجري بيه وبيجري بالطاير، وبعد كده بيعمل سلايد فليب سلايد، بيعمل بيقرب السليد التاير الكبير. الحمد لله احنا السنه دي السيزون الثاني للفيتنس كومبيتيشن. السنه دي الفيتنس كومبيتيشن اصعب شويه من السنه اللي فاتت، طورنا التمارين شويه وطورنا عدد التكرارات فيها وزودنا الاعداد، والحمد لله العدد السنه دي في الطلبه ازيد من السنه اللي فاتت، وان شاء الله يبقى فيها تبقى احسن والناس تنبسط يعني باذن الله. الفيتنس كومبيتيشن كلها عباره عن كلها التمارين للفيتنس زي ما انتم شفتوها معانا هنا. كل ليفل بيبقى اصعب من اللي بعده في كل تشالنج، يعني التشالنج نمبر 1 دي على قدر الامكان احنا كنا عاملينها حاجه كل الناس تقدر تلعب فيها بكل المستويات، لكن اللي هيعدي معانا في تشالنج 2 وتشالنج 3 ان شاء الله هيبقى احسن. هو اهم حاجه ان هو يكسر تايم، يجيب تايم اسبق من اي حد عشان يقدر يترحل للتشالنج الثانيه. طبعا لازم يمشي بالنقط الفنيه اللي المفروض هيعملها، ما ينفعش يعدي حاجه غلط هيرجع تاني يعيد الخطوه اللي هو عملها غلط، والحكم بيتابع معايا. انا بقوم بتدخل لما بيبقى في مشكله مع الحكم. الفيتنس كومبيتيشن اللي خلاني اخشه النهارده عشان انا كان بقالي فتره مريحه فعايزه ارجع تاني للفيتنس وكده، فانسباير برضو بتشجع عشان انا كمان ممبر في انسباير، فالموضوع يعني مشجعني اكتر من الناس اللي حواليا في الكوميتي. الجي سي بيعتبر من الجامعات اللي احنا بنهتم بيها جدا لان هم بيهتموا برضو بالرياضه، في نفس الوقت الديبارتمنت بتاعت الفيتنس هنا هو برضو هم يعني عاملين شغل بصراحه اكتر من هايل، وعاملين اكتيفيتي حلوه قوي زي الكروس فيت اللي بيعملوها والسيركت تريننج كومبيتيشن المعموله دلوقتي ديت، فطبعا احنا بنحب ان احنا نشارك دايما الجامعات واللي فيها يعني اكتيفيتي حلوه قوي وفيها ديبارتمنتس هايله جدا ان هي بتبقى يعني مشاركه معانا في نفس الفيلد وفي نفس الفكره. يعني احنا بادئين بتهيألي تحضير فيها من يعني حاطين البلان من اول السمستر، بنبقى حاطين بلان البروجكتس بتاعتنا، بس وي ستارتد مثلا ان احنا نقسم التيمز وكده لايك 2 ويكس اجو ولا حاجه، وان احنا كل واحد ياخد التاسك بتاعته وكده.